الدول الاخرى كم شاركت انت بطولات الخليج؟ 3 بطولات. بطوله افضل مشاركه بالنسبه لك؟ خليج 18 طبعا. واذكر موقف اسماعيل المطر هدف على الفرق كلها. بعدين الكابتن كان الهدف صالح. الجميل اللي عملناه احنا. لا الكابتن محسن صالح كان يقول في لاعب حق العمق الهدف في خليج 18. ايوه ايه الجمله الجميله ذي. ايوه صالح. وبعدين محسن صالح عرض علي قال في لاعب بيمسك اسماعيل المطر قبلها باربع ايام او خمس ايام. كنا نقول من هو اللاعب هذا؟ من هو اللاعب؟ نحن توقعنا انه ابراهيم الكهالي من اللاعبين الارتكاز اللي يراقبوا. ايه لما يوم المباراه قال لي عارف من هو اللاعب اللي بيمسك اسماعيل؟ قلت له وين؟ قال لي انت. يا كابتن انت هذا مزقع ومش حيهدف. قلت له ان شاء الله. وكان حينها نجم على الفرق كلها. لا كان مستواه عالي. كان هدف البطوله واخذ الكاس هو. هدف على المنتخبات كلها وما هدفش على اليمن. وقدمنا بطوله كويسه الحمد لله. ويعني الصراحه ما انساها المباراه هذه بالذات ضد الامارات.